تخيل الطاقة الشمسية عبارة عن تكنولوجيا مصعبة، بس بتستعمل طبعا الطاقة الشمسية علشان تسخن مية، وده بديل لسخان الكهربائي اللي هو منتشر في مصر كله. فاحنا هنا في مرسى علم دلوقتي كان في مشاكل كتيرة جدا، من ضمنها الوقود. دلوقتي ما فيش ديزل في مصر كلها، وهنا بالذات في الجنوب حاسين هم، واحنا عشان نوصل كان في مشاكل كبيرة جدا. فاحنا جايين علشان نحل المشكلة دي مع المجتمع اللي حوالينا والناس اللي هي مهتمة بالموضوع ده. انضمينا مع بعض علشان نعمل المشروع ده، علشان نعمل سخان الطاقة الشمسية سولار ووتر هيتر. ونحن يعني جبنا الأستاذ عادل الحنا، وهو خبرة 40 سنة، علشان يعمل الشباب، واحنا مركزين على الشباب التكنولوجيا دي. من ضمن نعم ربنا علينا ان هو حبانا بشمس طول السنة. يعني احنا من ضمن الدول اللي هي شمسنا طول السنة فيها شمس. المهم بقى نستغلها، يعني حاجة ربنا مدهنا وطاقة ببلاش، المفروض ان احنا نستغلها، وخصوصا الايام دي بعد ما ظهرت المشاكل الطاقة بقى اللي هي السولار والبنزين والبتجاز والحاجات دي. احنا كان املنا ان الحكومة تساهم وتدعم استغلال الطاقة الشمسية، بس للأسف لو قعدنا نستنى كل حاجة الحكومة تعملها لنا مش هنوصل لنتيجة. هو السخان الشمس دوت بيتكون من حاجتين. اول حاجة المجمع الشمسي اللي بيجمع لي الحرارة، وبعد كده الخزان اللي انا بخزن فيه المية اللي انا بستخدمها. انا بعزله بنشارة الخشب. الشمس لما تيجي على المجمع بتسخن المية اللي جوه المواسير. المية لما تسخن الكثافة بتاعتها بتقل، بتطلع لفوق، بيحل محلها من الخزان مية باردة. فالدورة دي بتعمل دورة طبيعية لغاية ما التانك كله يبقى سخن. انا بقى باجي بعد ما التانك دوت يسخن بقوم عازل التانك بتاعي دوت عزل كويس، عشان اقدر احافظ على المية السخنة دي لاستخدامها في فترة الليل بعد ما الشمس تروح. فبتقعد محفوظة زي الترمس كده لغاية تاني يوم اقعد استهلك فيها، تاني يوم الشمس بتطلع وهكذا استفاد منها على طول. واحد عنده مهارات متوسطة ممكن لو عرف الفكرة وكده ممكن يصنعه بنفسه، طبعا ده هتقلل التكلفة واستفاد منه. انا اسمي كرولوس ملاك، شغال في محطة طاقة شمسية في دير الأنبا أنطونيوس، وجاي هنا عشان اتعلم ازاي بيعملوا السخانات الشمسية عشان ارجع الدير واطبقها على الاقل في البيت بتاعي اللي انا قاعد فيه في الدير اللي جانب المشروع. لو احنا في الدير ما عندناش كهرباء، مصدر كهرباء عمومي، فحاجة زي كده لما هتتعمل وتعتمد على الطاقة الشمسية هتقلل من استهلاك الكهرباء اللي هي جاية من الجنريتور، وغير ان هي هتبقى طاقة نظيفة مش هتطلع اي تلوث او اي بليوشن، فهتبقى حاجة مفيدة. وهرجع الدير انفذه على الاقل في البيت بتاعنا، وبعد كده ممكن في المستقبل بقى انفذه في الالالي او في اماكن تانية بتحتاج مياه سخنة في الدير. انا هنا عشان اتعلم من الهاكسون ده ازاي الطريقة البدائية قوي للسولار ووتر هيتر، ازاي ان احنا نقدر نعمله بابسط حاجة بابسط رو ماتيريالز، وازاي بعد كده نقدر احنا نطور فيه ان احنا نعمله تكون حاجة افكتيف اكتر افيشنت اكتر، وفي نفس الوقت تكون كونفينينت، تكون سعرها مناسب مع الناس، مع يعني اغلبية الناس اللي محتاجة حاجة زي كده. احنا لازم ناخد بالنا من بعضينا، من نفسنا، وما نعتمدش على حد تاني، بالذات ان التكنولوجيا دي متوفرة كل حتة في العالم والمصدر مفتوح، واحنا الحاجات اللي احنا بنعملها اللي هي اوبن سورس مصدر مفتوح بنعرضها على الناس وبنشجع الناس تاني ان هم يعملوا نفس المشاريع دي ونشرف كل حته في مصر.